أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، إن تقنيات العصر الحديث التي تقدمت بشكل مذهل ومخيف صاحبتها شخصية أيضا مغايرة تماما لما كانت عليه شخصيات الأمة من قبل. وهذا الكلام كما هو معلوم ليس بالمطلق الغالب قدر ما هو بالنسبي الطاغي، وكثير منا يدرك هذا الأمر ولا يكذبه ويفنده إلا من يعيش في عالم غير العالم الذي نعيش فيه. في البداية دعونا نتفق على أن لا نختلف أن لكل مستحدث في العالم ما يميزه، وله جائزة تجيزه، وأيضا غائبة عائبة تعيبه. فالإنسان القديم كان تواقا بالنشر منذ الخليقة الأولى، وتشهد بذلك الأحجار والنقوش التي يجدونها والرسوم التي وجدت على جدران المعابد والمباني القديمة وفي الجبال والكهوف كحضارات المصريين مثلا وغيرهم، وحتى في بلادنا المغرب. ومن هنا نعلم أن الإنسان من أوله يحب أن ينشر وأن يعبر عن رأيه وعما يعيشه وعمن ظلمه وما إلى ذلك. لكن في عصرنا من منا ليس له حسابات على عديد من مواقع التواصل للنشر، وربما أكثر من حساب في الموقع الواحد كالفيسبوك مثلا، الواتساب، الانستغرام، اليوتيوب وغيرها. الكل يبحث عن كل جديد طارئ، ووجد هذا التهافت إن صح التعبير شغفا ولهفة من الناس في الحصول على المعلومات. وكذلك يعني التعايش مع هذه التقنيات التي تتقدم يوما بعد يوم، وأذهلت البشرية في الحقيقة وطوت المسافات وقربت القارات. لكن يؤسفنا أن تصبح تلك العوالم الافتراضية هي الواقع الأصلي. هذا مؤسف، أننا نفر من الواقع إلى المواقع، وشغلنا الشاغل بل الكثير منا أخذتنا المتاهات ومجرات خيالية وعوالم غريبة ظاهرها الجمال واللطف، وربما كان في باطنها القبح والبشاعة. يكفي من الأمثلة أن تجد أغلب ما ينشر فيه عبث، فيه كذب، فيه تضليل، وفيه إرهاص وأنباء عن مجد زائف مثلا. فعندما تدخل إلى هذه مواقع التواصل التي طغت تجد مواد البناء للمستقبل هي الإعجاب والمشاركات والتعليقات، يعني تبني شيء من لا شيء وتبني من لا شيء لا شيء. والمؤسف ثانيا هو أننا غافلون لا نحرك ساكنا، فضلا عما نجده فيها من التشهير والترويج للشائعات قبل أن نتثبت من كذبها، أن نتثبت كذبها من صدقها وسوء المقصد من مغزى النشر ديال هذه المنشورات. لقد أصبحت هذه المواقع على رقتها وهوانها كخيوط العنكبوت، صلدة جامدة مانعة للتواصل المجتمعي داخل الأسرة. فالواقع الافتراضي طغى على الواقع الحقيقي، بل منع التواصل داخل الأسر. وهذا مؤسف أن تجد الناس في بيت واحد وكل واحد منهم منشغل
بالموقع الذي يهواه، بل أحيانا في الغرفة الواحدة، وكل منا في عالمه الافتراضي بعيدا عن واقعه الذي تمر فيه لحظات، عندما يعني تمر يتمنى أن لو رجعت يعني وعادت الكرة عليه. ولا أبالغ إذا قلت أن الكثير من تلك الصداقات الافتراضية من شتى الأقطار والأمصار، والله ثم والله، لا تشفع ولا تنفع وقت العوز. لو عددت متابعيك ولو عددت أصدقائك على هذه المواقع لوجدتهم بالآلاف، لكن في الواقع ولو وجدتهم أكثر من شعر رأسك، لكن في الواقع كأوف، ألف كأوف. ولا غرابة، لأن هناك فرق شاسع بين المواقع والواقع. فعلى مستوى العلاقة الأسرية مثلا والإنسانية المجتمعية أيضا، قول كل هذه العلاقات التي كنا نعيشها في صغرنا مع الآباء ومع البعض منا مع الأجداد ومع الجيران، يعني تجمدت هذه العلاقات وأحيانا تقطعت الأرحام، بتبرير أننا نتصل أحيانا، لكن التواصل الفعلي لا مجرد الإعجابات والمشاركات هذا بدأ ينقرض، نسأل الله السلامة والعافية. حل محله الإعجابات والاشتراكات والمشاهدات. كم شاهدنا من صور لمن يزور أقاربه من بنين وحفادة، وقد استأثر كل واحد منهم بجهازه ينظر فيه، يخاطب هذا ويحدث ذاك، وكأنهم في سفر روحي بعيد، أجسام في الحقيقة حاضرة بغير داع. أحيانا تجد أجسام حاضرة معك في بيت ما، في غرفة ما، في مقهى ما، في إدارة ما، الجسم حاضر بلا داع. لما؟ بما أنه لا يشعر أنك موجود معه، لا يناقشك، لا، فهذا لا داعي لوجوده أصلا، لأنه منخرط في مواقع أخرى. وعلى المستوى العام، لو تطرقنا لما تبته وتنفت فيه تلك المواقع من فتن، لما أسعفتنا يعني ساعات وساعات بل أيام. إن الوقت في الحقيقة المهدر على تلك المواقع وعلى تلك الصفحات والغيبوبة الحقيقية الروحية التي أصبح يعيشها خاصة شبابنا، روحية وعقلية، لكفيل بأن يضيع أجيالا ويضل عيالا ما زالوا في مسيس الحاجة إلى محاكاة الوجوه ومناظرة الإيماءات على اختلاف الأغراض والمقاصد، كما تعلمنا في صغرنا من كبارنا. يعني إن الكارثة، وهذا تعبير يعني أقرب ما يكون إلى الصواب في هذا الموضوع، هي حينما يجلس الآباء والأبناء بالساعات أمام حواسيبهم وشاشاتهم لكي يتمتعوا بتلك اللعبة مثلا التي استحوذت على كثير من دماغ بعض شبابنا، وليست واحدة بل لعب هي في الحقيقة. ف القاعدة الفقهية تقول الضرر مقدم على جلب المنفعة، فبما أنها تهدر الوقت ولو كانت مسلية ولو كان فيها ما فيها، إذا كانت تضيع الوقت ولا تشعر به حتى يمر، فدرؤها أولى من تسليتها، والابتعاد عنها أولى من الابتلاء بها. فليتقي لها الآباء في أبنائهم في الحقيقة في هذه النعمة اللي هي نعمة الوقت ونعمة الشباب اللي حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لنا في الحقيقة، هو المعلم ديالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كما قلت من إضاعة نعمتين، كما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، نعمتان مشموت فيهم بزاف ديال الناس اللي هما الصحة والفراغ، اللي أصبح يعني في زماننا غالبا عند الشباب لا معنى لهم ولا يشعرون بالوقت متى يمر وهم أمام شاشات هواتفهم الذكية بعقولهم البليدة في الحقيقة. فلو كانت عقولهم ذكية لما اشتغلت كل وقتها على هاتف ذكي، والدماغ والقلب فارغ روحيا وحتى خبرة وعلما. فماذا ستنتج لنا إن بقينا على هذه الحال؟ في الحقيقة ستنتج لنا أبطالا يعني كأنهم مصنوعون من الورق، يعني في على الشاشات وفي المواقع عندما يختبئون تجدهم أسودا، لكن كن على يقين أنهم إذا نزلوا معك لساحة الجد فروا فرار الشاتي من أنياب التعالب والذئاب. فضلا عما أكدته الدراسات الطبية بأن من أسباب مرض التوحد من عمر الطفولة البقاء المستمر والدائم أمام شاشات الهواتف بكثرة، ما يسبب نوعا من الانعزالية للطفل والانطوائية له أيضا وانغلاقه على ذاته، وأحيانا يؤدي به ذلك إلى ما لا يحمد عقباه وهو الانتحار. نسأل الله السلامة والعافية لجميع شيوخنا وشبابنا. فيا أيها الشباب، يا من بلغوا سن الرشد عمرا وعقلا، عمرا وعقلا، تحروا الصدق فيما تكتبون، وتحروا الصدق فيما تنقلون، ولا يحملنكم كثرة المتابعين والمعجبين والمعلقين والمشتركين أن ترموا بالحجارة من تكرهون، فكونوا على يقين أنكم لن تضروهم قدر ما تضرون مجتمعكم، وإن من باب الإيمان أن تصمتوا وقت أن تستدعي الحالة صمتا، وإن تكلمتم أن تكونوا منصفين، وارتقوا في الأسباب، واعلموا أن أحد الشعراء العرب قد أصاب موضعا في النصيحة، وهي حكمة في الحقيقة، حينما قال: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. ولنختم بحديث لنبينا صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فهذه لابد وأن تمر على الإنسان غالبا، فاغتنمها قبل فواتها. اغتنم الحياة التي لا أحد يدري متى سيأتي أجله، ولا أحد يدري متى سيقدم على الله سبحانه وتعالى، فاغتنم هذه الساعات والدقائق والتواني المعدودة من عمرك. فما ابن آدم إلا أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فأنت عندما تشعر أنك قد أصبحت كبيرا فأنت في الحقيقة انقطعت أيام كثيرة من عمرك كالكتاب، فأصبحت صغيرا ولم يبقى لك إلا القليل، وكلنا لم يبقى له إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فاغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. لا أحد يدري متى سيأتي القدر بالمرض، متى سيصاب، متى لا أحد يدري. وبما أن القضية في المجهول فاغتنم الصحة قبل السقم. أحيانا بعض الناس لا يصلي إلا عندما يصبح لا يستطيع أن يستمر على وضوئه لدقائق، وعندما كان صحيحا كان لا يصلي. والشباب عندما هم في سن الشباب يقولون حتى نكبروا أنتو. لا، القضية ليس فيها وقت محدد. فاغتنم الصحة قبل السقم، واغتنم الفراغ قبل الشغل،
فأنت لا تدري متى ستشغل، إما بالا وإما مالا وإما أولادا وإما الأشياء التي غالبا ما تشغلك عن أهدافك، وأكبر الأهداف هو أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك. فالشباب والهرم لا يستويان، فهل يستوي الذي يصلي مطمئنا معتدلا قائما قياما يليق بالوقوف بين يدي الله، وبين من يصلي وهو يعني يتكئ أحيانا ويقف أحيانا، مع أن الكل مطالب بالصلاة، لكن الطاعة من الشباب هي أبلغ، وهي مطلوبة كما مطلوبة من الشيوخ أيضا، وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك، فلا أحد يدري. فكم من غني أصبح فقيرا، وكم من فقير أصبح غنيا، والله هو الغني وأنتم الفقراء، ونحن الفقراء في الحقيقة، فقراء إلى رحمته، فقراء إلى عفوه، فقراء إلى كرمه سبحانه وتعالى. فاغتنم الغنى قبل الفقر، واغتنم الفقر قبل الغنى، ففي كلهما اغتنام وفي كلهما طاعة. فالله سبحانه وتعالى يبتليك بالفقر ويبتليك بالغنى، يبتليك بالعطاء ويبتليك بالمنع. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسداد في الأقوال والأفعال، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.